هو انا عايز اتوقف على حته الاهلي والدفاع. ان ما كان لهاش فقره مستقله فضل. نتكلم فيها دلوقتي. اتفضل. هو الاهلي لما عمالين نتكلم فقد هويته، فقد شخصيته، فقد الدفاع بيهتز كثيرا، الدفاع وحش، الدفاع كويس. انت عارف النادي الاهلي ماذا فقده؟ ودي ليها سبب، الضغط على الخصم. طيب الاهلي كان ما يميزه انه بيخليها ضلمه على اي فرقه تلعبه، بيحرجها، بيزهقها، بيصدر لها الاحباط، بتبقى الكوره في رجله معظم الوقت، فبيامن الدفاع. مفيش كان حد يروح مستريح على دفاع النادي الاهلي. لما لجأ الاهلي بدل من طريقه الاستحواذ والضغط من بكل الخطوط المتقاربه الى الكرات الطوليه، فقدت انت ميزه الاستحواذ، ومن ثم اثرت على اسلوب الضغط الجماعي للفريق. من وجهه نظري هذا اخطر ما عدم تنفيذ الضغط الجماعي بالشكل اللي احنا متعودين عليه ظلم الدفاع. لان انا في فرق ان انا اللعيب يروح وهو مش مرتاح على الجون، او الفريق اللي قدامك يروح على يتناقل الكره وعلى الاجناب ويرفع كرات عرضيه ويبقى عنده حلول. اللي كان بيروح على النادي الاهلي كان بيبقى عنده حل واحد مفيش غيره. نتيجه الضغط المتتالي. فانا شايف برضو ان الدفاع اتظلم نتيجه ان اسلوب الاهلي في الضغط الجماعي مش شايفينه دلوقتي، وهي دي هويه الاهلي، الاستحواذ والضغط بكل الخطوط وتلاحم الخطوط وفي كل ارجاء الملعب، وان معظم الوقت تكون الكره في ايدك. هذا تحليل واجتهاد. طب الاهلي، طيب انا عايز اقول لك على حاجه. الاهلي نفسه بقى في الدوري سجل، بقى نكملها، اتفضل. في الدوري سجل 9 وعليه 5 منهم 4 في ماتش واحد. هو ده بدايه كل المشاكل، ماتش الاتحاد السكندري. بس وانت في الاتحاد السكندري الاستحواذ والترعى عليك 4 فرص جت ب 4 تجوان. افريقيا له 19 وعليه 9. في بطوله الزايد له 7 وعليه 4. في كاس مصر له 3 وعليه 2. كل النتائج اللي فاتت دي يعني الاهلي خرج بدون هزيمه. ايوه بدون هزيمه من البطوله العربيه. ايوه خرج بدون هزيمه. ما الوصل صعد بدون فوز. والوصل صعد بدون كل ماتشاته تعادل. وهذا ما يفكر فيه الاتحاد الدولي دلوقتي، شرط ان الجون باتنين والكلام ده. عايزين يغيروا الكلام ده. لان دلوقتي طالما ان الملاعب كلها جيده والمناخ الكره اتفتحت على مستوى العالم. المشكلة هنا في الحتة دي. بيخش فيك جوان ومنها جوان لا تتوقعها ولا ليها لازمة. انت تقريبا جاي فيك جون كل ماتش. ما انا بقول لك 20 جون في 21 مباراة. في 21 ما انا بقول لك. انما كل ما تجيب جولين يخش فيك جون. وفيهم جوان مثلا 3 4 المؤثرين بقى اخطاء بلا منطق ولا سبب. ودي برضو عايزين نناقش اسلوب حراس المرمى. هل الكفاءه تظهر من امتلاك الكره ولا ابعاد الكره عن مكمن الخطوره؟ في المرحله الحساسه انا ارى ابعاد الكره باي طريقه على احد الاجنب وفي مناطق امنه. امساك الكره فيه مخاطر، مخاطرها انك اولا تطلع مش مرتاح، ثانيا حد يزحمك فيها، ثالثا تقع من ايدك، في حاجات كتيره محاذير. فلما بيتصادف ان دي الغلطه دي تتسبب في هدف، بيبقى هدف لا يغتفر والناس تقعد فاكراه على جون يكون قبلها مطلع 3 4 فرص محققه يعني. فبيتظلم كمان الجون، ولكنه ايضا بقراره قد شارك في ظلم نفسه. فدي ملاحظات، انا ما اقولش تتعالج ازاي. طيب